شو يا بي؟ قال ما أنا في البيت وما بترجع لبعد العشاء. وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. كنت زلمة كنت بتستناني هون. نزل ايدك احسن لك. لك لو رجال بتنزل اياهم انت. لا 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 ما بيجوز يا جماعه. اسمعوا يا رجال، موجه عليكم الله ومحمد رسول الله، كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب، مو هيك بالخالي؟ لا عمي لا، انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كانك رجال بتقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا، ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف. قل لهم خلص يا رجال، كونا لحالنا. لا 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 يا ولد، طول بالك طول بالك. لا عم شوم عليك، بعد عنه بعد عنه. وضح وضح. بوس ايد خالك واعتذر منه. تومر يا وضاح ابن عمتي عمل له قتله صفوان ابن خالي. قولي عمى مثل ما عم قلكن وضربه. عمل له قتله حشكو لبك قدام كل العالم. لك ولي على قامتي، الله يقصف عمره ويكسر ايديا حق. خلاص بقى، وين صارت الخناقه؟ بالساحه. وفيها اعطيني العصايه والشبريه. وشبتك بالعصايه والشبريه؟ شلون شو بدي فيهم يا مو؟ هاد الزلمه ابن عمي وخال ابني، شلون شو بدي فيهم؟ وهداك ابن عمتك برضاي عليك يا أمي، لا تتدخل. بس عمي أبو وضاح وأبي وعمي أبو صفوان أخدوهن مشان يصالحوهن. ها شفت، هلأ أبو وضاح بحلة. سيك عبدو رجعيهن. هو قال لي جيبهن. وأنا أعمل لك رجعيهن. شو أعملك؟ خلاص رجعيهن. روحي برضاي عليك يا أمي، ما بدنا مشاكل. مشان شو صارت لخنا؟ ما بعرف. أيوة على كلين ليبينوا ايديها ورجليها للقصة، بيصفى لكل حادث حديث. اوعى هيك. هو جاي عم يتهجم على امي، ولو ما طلعته برا البيت كان ضربها. شو؟ مثل ما عمل لك خالي، وليكو قدامك بشحمه ولحمه، واسأله اذا بدك. ولك عم تتهجم على عمتك وبدك تضربها كمان؟ لا اخي، شو يضرب عمته؟ اي والله بكسر راسه. بس بيجوز يعني عدنان هي كبيرة، كبيرة كثير. وما يفلك ام هي. هذا الحكي اللي سمعناه؟ لا عمي شو الحكي، انا بدي اضرب عمتي، بس لما سمعت القصه فار دمي شوي، قلت لاجي افهم شو صار. بجوز نتورت شوي. سمعت اخي، سمعت صهري، بجوز يعني هو وضاح الله يصلحه. بعد اذنك صهري، خليه وضاح ينادي لامه. إيه شو عليه يا بي؟ نادي لامك. تؤمر يا بي. وهي قصة السحورة اللي عملت لنا اياها صبحية، إلنا ولبيت أخي أبو عبده. ومشان هيك علقتي أنت وياها؟ يا ريت، في شيء أهم. شو هو؟ يا بي خود ابن خالك واطلعوا لبرا. تؤمر يا بي. شريف أخي، عم قول انه هي قصص نسوان، بلا ناخذ من عاطفيه. خلي اختك تحكي. ها مثل ما بدك اخي، احكي هي صبحيه خانو. شو هذا اللي صار ابن عمي؟ وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك سهري، طول بالك، والله شغله مو مستاهله. مو مستاهله؟ ولك مرتك اللي عم تطلح يفسد على بنت اختك، بتقلي ما بستاهل؟ وضاح تركينا شوي. يا عيب شكم عليك، يا عيب شكم عليك. شو بدي اعمل لك اخي، شو بدي اعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقه. الله بلاك بهالمخلوقه؟ شو نسيت انك تجوزتها بدون رضا امك وابوك؟ اه؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ ايه لك اخي طلقها، طلقها. هيك مره ما بتنحوى بنوب؟ لا لا، هذا مو حل يا ابو عبدو، مو حل. لك نهجرها، هجرها. ولك أخي هجرها. ولك أخي والله مليت، صرت هاجرها 100 مرة وما في فايدة، هلا هي عم تهجرني. يا بي جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري
يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض. يلا صفوان خلص ري، الولد دمه فاير هلا، بعدين منحلها. شو عليه؟ منحلها بعدين. صفوان بوس ايد عمك ابو وضاح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام اوام عمرك عمي ايدك خلص يلطع عليك واصلي. يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحارة بغلاوة وضاح. يلا عمي تصالح انت وابن عمتك. يلا واطلع ابو سيد عمتك برا واطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام اوام. ايها ايها لا 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 عجبوه الاواعي الاواعي عجبوه حبيبي لا حي صبوانا قالت لي من مين؟ من معلم وضاح. شو هو بنص الحارة. ايوه وهي هي قصة صفوان ووضاح. وشو حكي صبحية على بنت اختك؟ حكي ما بينحكى، قال بدي اسوي سمعتها بالحارة مشان توقف لجوازتها. يخرب بيتها، والله هي وحدة ما بتستحي. لك العمة ما بتخاف من الله. لا تزعلي يا عمي لا تزعلي، الأمك اللي عم تعمله الله ما بريده. لا واللي زاد الطين بلة انه صفوان افندي جاي يتهجم على عمته ببيتها. يوه يا عبي الشوم عليه يا عبي الشوم. ام عبدو هلا جهزت اغراض رويدا مشان العرس؟ ايه تقبرني كل شي جاهز. ايه اذا كان خدي هذا الطوق خليها تلبسه بكره وهي مصموده قدام النسوان. الله يرزقك يا حق. يا بي هذا نقوط مني اليك. يوه وانا يا بي. ايه مو تكرم عينك انت الثاني. تعي يا بي تعي. ويجوز حلق اليك. الله يخلي لنا اياك يا بي. وهي لك عمي. يسلموا ايديك عمي. الله يرضى عليك. وانا ابن عمي اللي هي راحت علي. لا يا عبد الله انت الاغلى والاتقل. وشو هو الحجه؟ عملي حسابك السنه بدنا نروح على الحج اذا الله راد. عن حقه؟ طبعا عن حقه لانه صار لازم نروح على الحج. روح الهي بشرك بالخير يجبر بخاطرك يا رجال. بدك يا يبوس ايده لنمر الخشاب. لك الله لا يوفقكم، لك الله ينتقم منكم، يبلى ايده بالكسر الهي ويبوس ايد عمته كمان. لا بي للشوحة مرجوحة ولأبو بريس بقى. ايه بس صهري ابو وضاح ما خلى يبوس ايده، يعني الرجل طلع احسن منا ورويدة بتضل عمته. عمته يبلاها بعم عيونها ان شاء الله. والله انا لولا عمي ابو عبدو ما بقرب لبوس ايده اذا بتطبق السما على الارض، بس مضطر سايره لعمي لبين ما تصير رويدة عندي. لك عفاري معني، لك ان شاء الله بتطلع على ابري، لك بتفهم بتفهم مثل امك. ولك الله لا يعطي الشيطان صحة، حسبي الله ونعم الوكيل. تعا تقبرني تعا. مثل ما وصيتك ها؟ ما بدنا نعزمهم على العرس؟ لك ما فشلوا، يا عليم الله بعزم الكلاب ولا بعزمهم. لك تقبرني تطلع على ابري يامو. تربايتك يامو. يا أم وضاح لا تقطعي بنصيبها لهالبنت، يعني حلك تنسي اللي صار وتروقي. انسى؟ ليش اللي صار بينتسى يا ديبة؟ تخيلك وبالناقص من هالنصيب. لا ام خير وما في منها، وهالمخلوقة معترفة بغلطة. لا 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 ما بدي. إذا من أولها عم تعمل هيك بكرة إذا سمعت لها شي سيرة على سميحة شو بتعمل؟ بتعملني قصة وسيرة. ومالك علي يمين إنه هالمخلوقة ما نشفت دمعتها عن خدها من يوم ما صارت هالمشكلة لليوم. يا ستي إيمينا من هالسيرة. شو ما بدك تروحي على بيت أم عبدو؟ يو شلون لكان؟ أنا بقدر ما أروح على عرس رويدة؟ يتقبر قلبي شو بحبها. أنت مالك رايحة؟ بلا بدي روح بارك لها، والمسا بدي أمره على أم نصري خطية. إيه والله واجب. سميحة يا سميحة. إيه لك يلا على مرت خالك بتستعوقنا. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار.